موضوع ال 92 انا بحط 92، بس دلوقتي انا واقف في ال 80 عشان مش لاقي 92، ولو لقيت في 92 بقف برضه بالطبع. هي الأزمة متوافقة بقالها قد إيه حاليا؟ والله حضرتك أنا إمبارح حولت برضه بالطابور بتاع المحطة دي لغاية ما رحت فولت، يعني مش من كتير، ما كملتش بس أسبوع. بالنسبة للبنزين ال 92 بيوفر على الناس كتير، وأهم حاجة المجهود مفيش طوابير، أما هو ال 80 هو اللي فيه بصعوبة شوية. هو في أزمة حاليا طيب بالنسبة لا أنا معرفش إذا كان في أزمة ولا مفيش، لأن أنا ما بقولش غير ال 92. تمويل ال 92 بيريح الدور، ما بيخليش أقف من الطريق. هو حضرتك كنت في بنزين قبل كده ولفيت على البنزين يعني النهاردة ولا أي حاجة؟ لا لا أنا لسه على طول، لسه أول بنزين قابلت قلت أجي أوقف فيها. يعني في أزمة بقالها 4 5 أيام، محطات كتير ما جاتلهاش بنزين، هما ساعدناهم قالوا لي نفس المستودعات مفيش. قال لي إيه اللي حصل؟ بدل ما كان كل حاجة موجودة اللي عمل المشكلة اللي ساعد قالوا على الجمهور الذكية وساعدنا على تغيير الوزارة. حضرتك بتفقه يعني انت بتقول الازمه دي مثلا متخصصه بالبنزين كام؟ بنزين ايه؟ ده 92 فعلا في ازمه بنزين. بتلف كتير بقى انت بتدور على بنزين ولا؟ لفيت شويه كده بس، ها يعني حركه ما يعني ايه في جو بسيط بس. الازمه متوفره في بنزين ايه بالظبط؟ في بنزين ايه؟ كم هندسه؟ المتوفره؟ لا انا بفور 92 بصراحه، بقى عمال الف على 92 مع شويه شاحن شويه ما فيش الزواج، معظمهم قفلنا شويه. فاحمد عرابي حتى بقى قفل من امبارح. هي اول بنزينه دي انت تيجي عليها ولا لفتها قبل كده؟ اول بنزينه اجي عليها من امبارح. لكن من امبارح انك عمال تلف على بنزين. عمال الف بنزينتين في شارع السودان واحمد عرابي. اي بنزينه لحد دلوقتي في ال 92 ما حصلش في ازمه. الأزمة كانت في 90 و90 ده مش موجود أصلا، إنما ال 92 موجود على طول، والأزمة بتبقى في 80 ما بتبقاش في ال 92 أبدا. ده اللي أعرفه. في أزمة من إمتى الأزمة دي؟ أنا داخل على 5 أيام. أنا قبل كده مش فين. أنت بتلف كتير على البنزينة يعني؟ أنا بقالي ساعة بلف على البنزينة. الأزمة دي بقى متوفرة في بنزين إيه؟ 80 بس، هو 80 بس الأزمة. قله المحطات اللي بتبيع 80، دلوقتي في 80 وفي 90 و92. هي الازمه حاليا متوفره في ال 80 و92 ولا 80؟ لا 80 بس. لان مفيش محطات بتبيع 80 كتير. واخد بالك؟ تمام. فالعمليه ما لو المحطات كترت يبقى مش هيبقى فيها ازمه ولا في النهر ولا احنا فيها دي. تمام. هو حضرتك بتاخد بقالها قد ايه الازمه دي شغاله؟ ده بقالها على طول، بقالها من 2012. 2012 واحنا واقفين الوقفه دي. ولا حد سأل فينا، ولا حد بيقول نخفف على الناس. أنا جاي من الكاوتش ولا من البنزين ولا من الميكانيكية ولا من غلاء الأسعار ولا 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 حاجات كتير. بس انت بقالها قد ايه حاليا شغال الازمه؟ يعني حاليا بقالها حوالي 4 أيام دلوقتي. هي اللي اخر بنزين، كل البنزينات زي ما انت شايف الطوابير على 80 بالذات. 92 قليل قوي يعني شغال عادي، اما ال 80 بالذات هو اللي عليه ازمه. هو حضرتك ساكن هنا في حي نطاق الجيزه ولا بتيجي لا مثلا لا جاي من حته عشان خاطر؟ بالصدفه كنت هنا في مشوار و كل البنزينات زحمه، ما فيش غير من ال 80 هنا. يعني هو في ازمه فعلا متوفره في البنزين؟ البنزين في عدم تنظيم بس. لكن كازمه؟ ازمه ما فيش ازمه، هو عدم تنظيم. في بعض المحطات ما بتلتزمش، ليهم معارف ليهم مجاملات، يجي واحد من قدام ابقى انا واقف ساعه ويجي واحد يقول له خش، فهي المشكله مشكله اداره، ويفرض عليا التبس اديله مثلا 3 جنيه يقول لي انا عايز 6 جنيه، اقول له ما تفرضش عليا التبس، التبس ده حاجه ذوقيه مني ليك، يقول لي لا، يروح ما مدينيش العداد مظبوط، يعني يبقى 35 قرش يقول لي جنيه، وممكن يفضل البنزين في الارض من التانك عشان عايز اكبر ايه كميه، فما فيش حد ملتزم بالمحطات. طوابير واقفين طوابير، كل بنزيمه كده
لازم نروح نقف في طابور، والمفروض البنزين ال 80 ده يتدعم في كل بنزيمه في مصر. ليه؟ عشان نخلص من الطوابير دي. لما تكون كل بنزيمه في مصر فيها بنزين 80 مش هتيجي قدمه البنزين ده في الطوابير. بقى لك قد ايه وقت لحد كده؟ بقى لي ازود بنص ساعه اهو، ولسه قدام مني اكتر من ساعه الا ربع لما اوصل للترمه. الازمه دي بقى لها قد ايه؟ دخلت في اسبوع وشويه و10 ايام. تمام. على طول نفس الطريقه كده. بنشتغل امتى؟ واصحاب العربيات عايزين ندفع ورديات. يعني بندفع ورديات للعربيه، لما بقف قدام البنزينه ساعتين والورديه 8 ساعات، وصاحب العربيه عايز 100 جنيه.